عده ايام مارادونا وكاريكا واليماو. انطلاقه موجوده بالفعل من فان بومل يثمر ذلك هدفا لعله من اسرع ما سجل في تاريخ الدربي في بدايه حقيقه. إليجري الدربي الاول فايز فيه هدف ابراهيموفيتش. يتمنى عدم حضور اليوم انزاجي، انزاجي الكل يعلم انه غائب منذ فتره طويله. خطيره بالفعل وابعاد الكره الان وفان بومل. مباراه ممتازه للهولندي فان بومل. يا سلام يا سلام يا سلام. جينارو جاتوزو الذي يحمل على يده اليمنى اشاره القائد، وما اكثر الكباتن الذين مروا في التاريخ الميلاني، فرانكو باريزي، باولو مالديني، اندريا بيرلو، سيدورف، القائمه الطويله، شيفشينكو، هذه القائمه الطويله والعريضه التي كانت قد حملت اشاره. ويبقى الاسبوع القادم في الدوري الايطالي ايضا في هذا الملعب. ليوناردو بانه الرجل الذي يعرف كيف يخرج افضل ما عند لاعبي الانتر، لكن حتى الان يا ما عملها في البوندسليغا مع البايرن، وكان ربما افضل لاعبي المباراه على الاطلاق. قلت ذلك قبل ان يرسل كره الماضيه، وكاد ان يسجل هدفا من الهيروين من المخدرات في مطار نيويورك في امريكا. يا ساتر الحكم الذي اقسم، وكلنا يعلم بان حكم مباريات كره القدم لا شك انه مكان كبير امام حضور كبير امام العالم كله. بازيني اللي ما سجل ولا هدف في الشوط الاسماء القادمه من كل حقب وصوب كما هو الحال الان لشنايدر، والكره مقطوعه. والهدف المسجل اليوم بالمناسبه استمرار القاعده المستمره منذ فتره طويله في الديربي. اخر 18 هدف بهدف مباراه اليوم ليس ما سجل فيه الطليان. الشوط الثاني الانتر فيه افضل، وخطا موجود الان. الديربي الذي لا يشاهده مورينيو، والديربي الذي يتغير فيه من يتغير، وياتي فيه من ياتي، ويرحل فيه من يرحل، ويغيب فيه من يغيب، ولكنه يبقى الديربي الاول. اسطوري في الستينات يقول بان الانتر سيحسم الديربي ان كان شنايدر وايتو في يومهم. وحتى الان وهذه شهاده لمورينيو. هذه كرة موجودة حاضرة على ضربة حرة مباشرة. لقد كنت مستعدا للقتل، تصور العبارة وقوة العبارة، لقد كنت مستعدا للقتل لو طلب. ولا يبدو ميلان متأثرا بغياب الكبير إبراهيموفيتش. عندنا كرة إلى ضربة ركنية، ولاحظ بين تياغو موتا وبين فان بومل. ولا زلت عند رأيي بأن فان بومل رجل المباراة. هكذا الأجواء المعتادة لكرة القدم الإيطالية، وكرة ملعوبة وخروج حارس المرمى جولان، ولكنه خاسر اليوم وخاسر بالأربعة في العام الماضي. مارتيمو فرانكي في الأسبوع القادم. ميلان عليه أن يركز في الدوري وبعد ذلك يركز في مسابقة كأس إيطاليا. وجميل لاحظ الكرة وبماذا كان يفكر. خطأ موجود. سفي سافيتش النجم الذي صال ويسلي شنايدر. ايتو الغى. حاضران الغائبان في مباراة اليوم، حاضران في الملعب ولكنهم غائبان. فوز ميلان لا شك انه منتظر متوقع، ليس بمفاجأة اطلاقا، ولكن في ظل الغيابات الكبيرة لميلان وفي ظل حقيقة الحضور الكبير ديربي الكبير اليوم حقيقة.